السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة الفجر سبور. إليكم ملخص مقابلة فريق نجم جوهرة العرائش ضد فريق الفتح الرباطي برسم الجولة الثامنة من بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم النسوية شطر الشمال، والتي انتهت باكتساح الفريق العرائش لفريق الرباطي بست أهداف مقابل هدف واحد. معنا اللاعبة فاطمة المالكي، لاعبة نجم جوهرة العرائش لكرة القدم النسوية. عندكم مقابلة صعبة ضد فريق الفتح الرباطي، شنو ممكن تقول لنا على هذا الماتش والاستعداد ديالكم لهذه المقابلة دي ضد فريق الفتح الرباطي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الملكة فاطمة عميدة الفريق لجوهرة نجم العرائش. كنتمنوا من هذه المباراة نفوزوا بها ان شاء الله ونصعدوا للقسم الاول، حيت البنات طامحين بزاف هذا العام باش يطلعوا البريمير سيري، وكنقول البنات تنشكرهم بزاف على المجهودات ديالهم وان شاء الله يكون خير في هذا العام. جوهرة العرائش لكرة القدم النسوية تحصل الصف الأول وتنافس على الصعود في هذه السنة هذه رغم الإمكانيات المادية الضعيفة. سي سعيد، شنو ممكن تقول لنا واش مازال عندكم الحلم ديال الصعود في هذا الموسم هذا رغم الإمكانيات اللي كما قلنا ضعيفة وضعيفة بزاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا قناة ولا منصة الفجر على اللقاء هذا ومرحبا بكم في مدينة العرائش. كما قلت في المداخلة ديالكم، فجوهرة نجم العرائش لكرة القدم النسوية هذه المدة ديال 4 سنوات هو كينافس للصعود للقسم الوطني الأول، وخير دليل هو الاحتلال في هذه 4 سنوات الصف الثاني، والعام اللي فات كنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الصعود لولا بعض المشاكل اللي وقعتنا في واحد المباراة. وهذا العام هذا ان شاء الله رغم البطوله اللي غتكون صعيبه ان شاء الله بواحد 30 دوره اللي هي ماشي سهله، 15 في الذهاب و15 في الاياب، ولكن بتضافر جهود الطاقم الاداري ولا الطاقم التقني ولا اللاعبين ان شاء الله نحقق الصعود، ولكن هذا راهين بالدعم اللي خصو يكون واحد الدعم استثنائي ودعم كافي من الجهات المانحه. الجامعه ولا العصبه الوطنيه مشكوره، قامت بالواجب ديالها خاصه واحد الحافله، والدعم اللي كتقدمه كورات رواتب للاعبات والطاقم التقني والاداري، ولكن كيبقى بعض الامور اللي هي خاص الدعم ديالها باش نحاولوا نحققوا المشروع ديالنا وهو الصعود للقسم الوطني الاول. معنا مدربة فريق الفتح الرباطي لكرة القدم النسوية رشيدة مرشح. أول حاجة، عيدكم سعيد بمناسبة عيد المرأة، تنتظركم لقاء حارق أمام المتصدر فريق نجم جوهرة العرائش التي تصدر ترتيب في البطولة الوطنية قسم الوطني الثاني، شنو الاستعداد ديالكم وشنو ممكن تقولوا لنا على هذه المقابلة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة كنشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة للحضور ديالنا لإجراء المقابلة المهمة اللي بالنسبة لنا احنا كذلك اللي احنا في الصفوف الأخيرة، اللي بكل صراحة ما كنستحقوش ديك المرتبة اللي احنا كنحتلوها، مي احنا جينا هنايا عازمين في كامل الاستعداد كما كنستعد لجميع المباريات. عندنا فريق شاب اللي يلاه كياخذ واحد التجربه في القسم الوطني الثاني من بعد ما تم الصعود ديال القسم الوطني الثالث. احنا ماشي واحد الفريق اللي غادي يكون سهل، ان شاء الله غنقدموا مباراه في المستوى وغيكون مساله الحظ والكره اللي غتنصف، اللي كيستحق يفوز راه هو اللي غادي يفوز، وكنتمنى التوفيق للفريقين وشكرا.
لك الفوز اللي جاء نتيجة وأداء. كنت نجمة المقابلة، تجيب العدد من الأهداف، شنو ممكن تقول لنا على حلم الصعود؟ أولا السلام عليكم، كنشكرك على الانضمام ديالك لهاد المباراة هذه، وشكرا للناس اللي كيجيو يتفرجوا فينا وكيشجعونا. أول حاجة كنتمنوا نطلعوا للبريميرا، حيتاش حنايا ماشي مزيانين وهاربين بزاف على فرق اخرين، والحمد لله اليوم قدرنا نديو واحد ثلاثة ديال النقط ولعبنا مزيانين. وشكرا بزاف ليك حيتاش كتجي تشجع كرة القدم النسوية، وشكرا للناس كاملين. تبارك الله عليك. مرحبا بسي سعيد الوطني، مدرب فريق نجم جوهرة العرائش لكرة القدم النسوية. مبروك الفوز نتيجة وأداء، أقول نتيجة وأداء، إيكيب تبارك الله عليهم في المستوى الكبير، حلم الصعود القسم الوطني الأول تيبان، الانفراجات ديالو تتبان. شنو ممكن تكون نعلموا هذه المقابلة ضد فريق الفتح الرباطي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بعدا كنرحبوا بك وكنرحبوا بأخبار الفجر المغربية في العرائش وعلى الاهتمام ديالها بالكرة النسوية. بالنسبة للسؤال ديالك، حنا في الحقيقة البطولة بقى بعيدة، وباقي مقابلات، باقي تقريبا 22 مقابلة، يعني بطولة داخل بطولة. ما يمكنناش أننا نقولوا كنحقوا الصعود دابا، لأن حنا لاعبين مقابلة لمقابلة. اللي كيحكم عليك هو أن تساير البطولة بواحد الإيقاع اللي تقدر تكمل به مثلا المقابلات كاملين. كما كيعلم الجميع أن البطولة النسوية هذا العام اللي أنا في القسم الوطني الثاني عندهم 30 مقابلة، و30 مقابلة ماشي سهلة تجريها. حنا دابا راه تقريبا ثلاثة الماتشات ولا أربعة كنلعبوا بفتيات، عندنا تقريبا ثلاثة ولا أربعة البنات معطوبات وكنلعبوا بليفيكسيف اللي عندنا. لهذا كاين العوامل اللي تقدر هي تكون هي من الأسباب اللي تخليك تطلع ولا ما تقدرش تطلع، بحال هادشي هاد الأعطاب وهاد المجموعة اللي كتكون عندك، التغييرات، بزاف الحاجة، بزاف العوامل. دابا حنا ما كنهضروش على الصعود لأن باقي بعيد علينا، كنلعبوا الماتش ديالنا. الحمد لله دابا عملنا 8 المقابلة، 8 ديال الانتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بعدا كنرحبوا بك وكنرحبوا باخبار الفجر المغربية في العرائش وعلى الاهتمام ديالها بالكرة النسوية. بالنسبة للسؤال ديالك، حنا في الحقيقة البطولة بقى بعيدة، وباقي مقابلات، باقي تقريبا 22 مقابلة، يعني بطولة داخل بطولة. ما يمكنناش أننا نقولوا كنحقوا الصعود دابا، لأن حنا لاعبين بمقابلة لمقابلة. اللي كيحكم عليك هو أن تساير البطولة بواحد الإيقاع اللي تقدر تكمل به مثلا المقابلات كاملين. كما كيعلم الجميع أن البطولة النسوية هذا العام اللي أنا في القسم الوطني الثاني عندهم 30 مقابلة، و30 مقابله ماشي سهله تجريها. حنا دابا راه تقريبا ثلاثه الماتشات ولا اربعه كنلعبوا بفتيات، عندنا تقريبا ثلاثه ولا اربعه البنات معطوبات وكنلعبوا بليفيكسيف اللي عندنا. لهذا كاين العوامل اللي تقدر هي تكون هي من الاسباب اللي تخليك تطلع ولا ما تقدرش تطلع، بحال هادشي هاد الاعطاب وهاد المجموعه اللي كتكون عندك، التغييرات، بزاف الحاجات، بزاف العوامل. دابا حنا ما كنهضروش على الصعود لان باقي بعيد علينا، كنلعبوا الماتش ديالنا. الحمد لله دابا عملنا 8 المقابلة، 8 ديال الانتصارات. كنشكر البنات على هاد المجهودات اللي كيقوموا بهم. بالنسبة للمشهد اليوم، بالنسبة للفتح اللي كنعرفوا البنيتات مازالين طلعوا، باقي اللي كيتكونوا حتى هما تبارك الله عليهم، فيزيكمون مزيانين، مع الوقت غيكونوا احسن من هاد الشيء. النتيجة ما كتدلش اننا مثلا اننا قويين والفتح ضعافين، مقابلة عادية بحال المقابلات اللي جريناهم كاملين. اللي ماجي ان شاء الله المقابلة اللي ماجيين هما اللي خصنا نعرفوهم، لا حنا ولا الفرق اللي كتلعب على الصعود يعرفوا كيفاش يمشيو. اللي غنقول لك هي انا كما قلت في الاول، ما كاينش شي واحد دابا اللي يقدر يقول انا صاعد، لان باقي 22 مقابله و2 مقابله، 22 مقابله راه هي بطوله داخل بطوله. شنو يمكن تقول للجمهور العرائشي؟ بالنسبه للجمهور العرائشي اللي هو في الحقيقه اللي كيصدر معك يقول لك هذا العام الصعود، كما قلت لك حنا ما كرهناش نطلعوا، ما كرهناش، وما اي فريق كيلعب باش يطلع. انما انا كنامن بحاجه، كنامن بالعمل. نهار الاحد كتمشي تقدم هذاك العمل ديالك، عطاتك النتيجه تبارك الله ما عطاتش لك شيء، ونقول لهم انتظرونا ودعمونا، لان هذا العام استثنائي. الا ما كانش الدعم ديالهم لا المعنوي ولا المادي ولا هذا، يعني راه صعيب انك تحقق الصعود وتحقق الامنيه ديال هذه البلاد اللي هي محتاجه واحد الفريق في القسم الوطني الاول ان شاء الله.